بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة النصر 24، والبداية بالعناوين. رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة غرب وسط إفريقيا. عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني الطاهر أبو بكر حجر يلتقي وفد ائتلاف شرق السودان الموحد. مجلس الأمن الروسي: سندافع عن أنفسنا حتى بالنووي. كانت تلكم عناوين النشرة، أهلا ومرحبا بكم إلى تفاصيلها. استقبل رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو استقبل بخصر توماي نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة غرب وسط إفريقيا، حيث تمحور اللقاء حول تقييم البرامج والمشاريع التنموية الممولة من قبل البنك في جاد وسبل تعزيز التعاون لتنفيذ المشاريع التنموية بالبلاد. استقبل رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية صالح كيب زابو استقبل ممثلة الاتحاد الأوروبي الخاصة بمنطقة الساحل السيد إيمانويل جيري. كان ذلك بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد كورتا كورنانيس، حيث تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا التي تهم دول المنطقة، بينها قضية الأمن ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. شهدت وزارة المالية والميزانية مناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين حكومة البلاد والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لتمويل المرحلة الثالثة لمشروع دعم القطاع الصحي في جاد. كان ذلك بحضور وزير المالية والميزانية طاهر حامد إنجلين إلى جانب وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، حيث وقع من الجانب الحكومي وزير المالية والميزانية طاهر حامد إنجلين، ومن جانب الوكالة الفرنسية للتنمية السفير الفرنسي لدى البلاد بيتر كوشري. هذا واقب مراسم التوقيع قال وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم. لله الآن عملنا عقد تحت راية رئيس الفترة الانتقالية الجنرال محمد إدريس ديبيتنو، وبالنسبة لمجال الصحة هو الذي يعني يراقب دائما وأبدا ويساعدنا على أساس الشعب التشادي يعيش في عافية. قدمت وزيرة النوع والتضامن الوطني السيدة مينا بريسيل لنغو بيانا صحفيا حول الأسبوع الوطني للمرأة التشادية. نتابع. في اي بروفينس ناس جاي دايزو جاي خادمو اديسيون 2022 بيغا اديسيون العديل ناس خادمو ناس سو ديبا كتير سو فورماسيون دول اديسيون 2023 ندورو يقبتان زيادة من الفات وبدان ندورو les organisations awin les ministères dol les entreprises dol ya khadmu fi tem al anina khatina fi al sanada o tem da fi mara be afia o be salam be les justice adafa les réconciliations nationales donc khalina si ya khadmu ziada o les activités dol la kamila mish al awal suena al farda les awin i defile foga o farda da inda subventionné ana raïs mahamat idriss debi itno bigalena be alif و انينا غاين خطو بالالف والناس وايدين قاعدين يجوا يبو بالالف يمشوا يخطو زياده من الالف انينا شغل دما ندورو ودورنا من الشاب ما يكسبتي بيا فرد ده زياده من الف ده نادم قناه تشكمالوكو بالالف ما تبو فرد قناه ما تلبسو ما شيء ما يبقى دون ما تبو فرد زياده من الالف و لي مينستير دول و انستيتيوشن دول يشلو في مينستير انا 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 جار هاغينا او اسوسياسيون دول شلو في بيت المارا او في اي اكس في رون بوين دول غاين خطو اكيب انا شباب اي تشكمو للناس فرده ده ببري 5000 ده نادم كان اورالوك زياده من الدمات بو انا قلت. اما في الشان السوداني، قال الفريق سليمان صند الحجار الرئيس المناوب للجنه الترتيبات الامنيه لمسار دارفور ان اجتماع اللجنه الذي عقد بالخرطوم ناقش مشاركه اللجنه العسكريه في ورشه جبال لتقييم الاتفاقيه، كما ناقش المصفوفه الجديده المحدثه للاتفاقيه والتي اقعد بين اطراف العمليه السلميه والحكومه السودانيه بجوبا، حيث تم التطرق الى الجانب الذي يلي لجنه الترتيبات الامنيه لمسار دارفور داخل الاتفاق. واضاف في تصريح صحفي إن الورشة أعطت دفعة جديدة للاتفاقية حتى يتم التوصل إلى تنفيذه وفق الآليات المحددة.
نتابع. عقدت اللجنة العسكرية المشتركة للترتيبات الأمنية اليوم الاجتماع مهم جدا، وفي هذا الاجتماع يعني استمع الإخوة أعضاء اللجنة للتقرير شامل وكامل حول مشاركة اللجنة في ورشة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان. هذه الورشة التي انعقدت في جوبا، ووقفنا على المصفوفة الجديدة للترتيبات الأمنية. صحيح أنه هناك مصفوفة أخرى كاملة لكل الاتفاق، لكن نحن يعنينا المصفوفة الخاصة بالترتيبات الأمنية. الحقيقة من خلال التنوير ما في شك في أنه الورشة ورشة جوبا لتقييم تنفيذ الاتفاق أعطت دفعة جديدة ودفعة كبيرة جدا للاتفاق، وجدت الاتفاق يعني مرة أخرى، وتمسك الأطراف، طرف الحكومي وكذلك الأطراف الكفاء المسلح وكل الضامنين والشهود الذين شهدوا الورشة، جددوا يعني الإخوة في المجتمع الدولي والإقليمي الالتزام بالاتفاق والمضي قدما بتنفيذ الاتفاق. وبالذات الورشة يعني شرفها السيد الرئيس فريق أول عبد الفتاح البرهان، وكذلك السيد رئيس جنوب السودان سلفا كير مياردت. لذلك احنا حقيقة صحيح أنه معدلات تنفيذ الاتفاق يعني ما بالمستوى المطلوب ما في شك، لكن احنا في الترتيبات الأمنية قطعنا بعض الأشواط ما راضينا عن ذلك، ولكن إن شاء الله يعني نمضي قدما. اليوم تحدثنا في هذا الاجتماع واجتمعنا التقرير من الإخوة في لجنة وقف إطلاق النار الدائم حول سير العمل بكل الترتيبات، وكذلك اجتمعنا تقرير حول كيفية إدخال الدفعة الجديدة وكل الدفعة الثانية. حقيقة يعني هم أكملوا كل الترتيبات الفنية وجاهزين للاستقبال. في نفس الوقت تحدثنا حول ضرورة انفتاح قوة حفظ الأمن في دارفور. الناس طبعا بيتكلموا عنه في تأخير بعض الشيء، لكن احنا هذا التأخير كان يعني في أسباب مبررات قوية جدا، لكن بالرغم من انه احنا في الفترة بتاعت وجود القوات استفدنا منها في التدريب والتأهيل المستمر. الحمد لله الآن تبقى بتخلي إجراء واحد فقط، ويعني هو تعيين ضباط الكفاءة المسلح عشان في النهاية يشاركوا مع اخوانهم في القوات النظامية، في الشرطة، في الجيش، في الأمن والمخابرات، في التهم السريع، عشان يكونوا جزء من القيادة. يعني بإذن الله تعالى الترتيبات الفنية كلها الآن يعني منعقدة ومستمرة لإنفاذ القرار بإذن الله تعالى. بنفس المستوى كذلك لدينا دفعة مكملة للدفعة الأولى الآن في نيالة، والأخ يعني عضو اللجنة أو نائب رئيس اللجنة يعني لوقف إطلاق النار استمعنا منه التقرير في ترتيبات التخريج، والاجتماع قرر أو اللجنة قررت أنه إن شاء الله نرسل وفد عالي المستوى لنيالة للوقوف على الترتيبات النهائية لتخريج هذه الدفعة، وده بيكون دفعة مكملة. بدل ما نتحدث عن 1605 مقاتل سابق نتحدث عن 2005 مقاتل سابق، ده اللي هينضموا إن شاء الله تعالى، يبقوا ده الجزء الأول من القوات الكفاح المسلح. وكذلك بعد ذلك برضه أخواننا في الشرطة، في القوات المسلحة، في الدعم السريع، في المأمن والخارجية يكونوا جزء يعني أساسي. اللي انتم برضه عارفين انه احنا قبل ايام انه الحمد لله تمكنا من وصول عربات المركبات الخاصه بهذه القوه، والان المركبات وصلت الفاشر وتم توزيعها. حقيقه يعني حسب التقارير التي وصلتنا هنا في اللجنه، العربات تم توزيعها لانه في حوجه وفي يعني حاجه للتغطيه الامنيه، لذلك تم توزيعها الى 5 ولايات. في كل ولايه الان ان العربات موجوده ستاند باي في حاله حدوث اي يعني حوادث، وان شاء الله لم يحدث ذلك في اي حوادث، الناس جاهزين لانه يتعاملوا مع اي انفلاتات امنيه هنا وهناك. في ذات الاطار تحدثنا برضو انه احنا عملنا مراجعه لعدد من اللجان الوطنيه المشكله على المستوى الوطني هنا. حقيقه احنا لانه عاليه جديده وعاليه مهمه، فقلنا ضروره اشراك اللجنه العسكريه العليا المشتركه مثلا في اللجنه الوطنيه العليا لحمايه المدنيين، دي لجنه مهمه جدا جدا، واحنا بالضروره ان يكون عندنا عضويه ثابته، وكذلك اللجنه الوطنيه الخاصه بجمع السلاح وكذلك تقنين العربات الموجوده دي في يعني في السودان غير مقننه، وكذلك محاربه الظواهر السالبه، دي برضه لجنه مهمه جدا. احنا بنفتكر انه وجود اللجنه العسكريه المشتركه وبالذات اطراف الكفاح المسلح مهم واساسي
لأنهم جزء من العاليات وبنفس المستوى كذلك وجودهم في على مستوى الولايات، الأخوة في لجنة وقف النار الدائم، الأخوة في قطاعات المختلفة برضو يكونوا أعضاء في هذه اللجان عشان فينا يساهموا مع أخوانهم في يعني ضبط الأمن وفي محاربة كل ظاهرة يعني مثلاً سالبة وكذا. الحقيقة هنا الاجتماع كان مهم ومستمر بإذن الله تعالى، الوفد هيمشي نيالة ونبدأ طوالي في الدفعة الثانية، وكذلك الاجتماع شدد ضرورة إكمال باقي العاليات بالذات العاليات الفنية كلها جميعاً بدون استثناء، كل العاليات الشرطية، العاليات المخابراتية، العاليات الخاصة بتقييم السلاح والوصول، كل هذه المسائل حقيقة شددنا عليه وأنه إن شاء الله يعني نكمل كل هذه العاليات في النهاية نمضي إلى الأمام بإذن الله تعالى. وشكراً جزيلاً. التقى عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني الأستاذ الطاهر أبو بكر حجر، التقى بمكتبه بالقصر الجمهوري وفد ائتلاف شرق السودان الموحد، وبحث اللقاء سبل لمعالجة قضايا شرق السودان وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإحداث التنمية المستدامة بالشرق. وأكد عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني حرص الحكومة على تذليل كافة المعوقات التي تواجه مسيرة التنمية في شرق السودان. عالميا، بعد إعلان بلاده الانسحاب من اتفاقية نيوز ستار النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية، أكد ديمتري ميدروف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن موسكو ستدافع عن نفسها بكل وسائل بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية، كما حذر من أن العالم أجمع سيكون على حافة الصراع الشامل إذا أصرت واشنطن على هزيمة موسكو. وكتب ميدروف في صفحته على تيليجرام، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تريد هزيمة روسيا فعندئذ يحق لنا الدفاع عن أنفسنا بكل سلاح بما في ذلك السلاح النووي. وقعت هزة أرضية أسفل البحر الأبيض المتوسط شعر بها سكان فلسطين ولبنان وإسرائيل، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان نقلا عن المركز الوطني للجيوفيزياء أن الهزة الأرضية وقعت في البحر قبالة شواطئ جنوب لبنان، وأضاف أن مركز الهزة الأرضية يبعد 61 كيلومترا من منطقة سيدة وقوتها 4.3 درجات على مقياس ريختر. ومن جانبها أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن سكان الضفة الغربية شعروا بهزة أرضية استمرت لعشر ثواني، كما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار من جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الدولة الحبرية. إلى هنا سادتي تكاملت هذه النشرة، أعود أذكركم بأبرز ما جاء فيها. رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة غرب وسط إفريقيا. عضو المجلس السيادي الانتقالي السوداني الطاهر أبو بكر حجر يلتقي وفد ائتلاف شرق السودان الموحد. مجلس الأمن الروسي سندافع عن أنفسنا حتى بالنووي. من قناة النصر 24 قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار. تقبلوا تحايا الفريق العامل، ندعوكم لمتابعة بقية برمجتنا لهذا اليوم. دمتم في أمان الله.